بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هذه أبواب الخيرات أمامنا يا شباب وأهل القرية. القرية الحبيبة قد فتحت باعها، هذه الأبواب قد فتحت باعها إليكم أيها الأحبة، لتنضموا إلى هذه الدورة الجديدة لإدارة المأتم. والمأتم يشهد له القريب والبعيد، الشباب الذين انضموا إلى إدارة المأتم لم يقصروا حقيقة، والجميع جميع الأهالي يشكرونهم على ما بذلوه من جهد وتعب. ويعني الشباب شفناهم يعني كالنحل يعملون بدون كلل ولا ملل. فنرجو من بقية الأخوان الشباب خاصة الذين يعني ممكن يكون فارغين الانضمام إلى هذه الدورة وإلى هذه الكوكبة. جزاهم الله خير ورحم الله والديهم. وخدمة الإمام الحسين طبعا يعني معروفة الحمد لله رب العالمين، دخر إلى الشخص في للدنيا والآخرة. ورحمكم الله وجزاكم الله خير.